السلام عليكم ليزي، كيف الزول ولا النزول؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا ولينا بقى 90 يوم مع البكالوريا، ان شاء الله راح نزيدوا نعاودوا لكم الدروس بقوه. راح نركزوا خاصه على المواد الاساسيه، لازم نكملوها. علاش؟ باسكو المواد الاساسيه ما لازمش ندخلوها 15 يوم الاخرين ولا شهر الاخراني مور العيد، مور العيد صغير. دونك راح نسيو المواد الاساسيه، راح نتقدموا فيها بقوه. كل تخصص عنده المواد الاساسيه تاعو، كردي زاد راح تحاول تسرع الوتيرة هاليامات. ولهذا راك تشوف باللي كاين العربية مثلا راح يجوا فيديوهات على مرة، رياضيات على مرة، خاصة المواد الأساسية. كتشوفوا إنجليزية راح نديروها تقريبا يوميا. دونك تبع برك، ادخل القائمة البلاي ليست، راح ننظمهم في بلاي ليست، احكم المادة تاعك وتبع فيها. ليكيب اليوم هذا الفيديو خاصة بآداب وفلسفة ولغات أجنبية، لأنهم عندهم العربية مادة أساسية لازم نفونسيو لهم في الدروس. الدرس اللي رانا حابسين فيه مرة يفات درنا ظاهرة الالتزام، المحور اللي مراها عندهم ظاهرة الحزن والألم والأسى. هذا المحور هذا يشكل صعوبة لكثير من التلاميذ، ما يفهموهش مليح ومشروح بطريقة غامضة. ولهذا أنا بالنسبة لي من الضروري أنك تبع اليوم وتسي تفهم، بس إذا فهمتهم بعد تبقى غير الحفيظة سهلة. شوف معايا، التاريخ الأدب العربي كان يمشي بواحد طريقة منطقية، لوجيك شغل، يمشي على حسب الوقت. كنا نقرأو عصر الضعف والانحطاط، بعد مراه جاء عصر النهضة، وبعد هذا هنا راهو تقدم زماني، كشغل تقدم تاريخي. جاء عصر ضعف الانحطاط في دول المماليك والعثمانيين، وبعد جاء عصر النهضة. عصر النهضة تقريبا يأرخوا له ب 1796 تقريبا، هجمة نابليون على مصر. ومن بعد هنا بدا عصر النهضة، ومن بعد يخلص بالحرب العالمية الأولى، يعني تقريبا 1919، وما كاين موراها الحرب العالمية الثانية 1945. هنا واش كانت؟ كانت هنا الكلاسيكية، مدرسة الإحياء والبعث تعرفوها، بعد جات هنا الرومانسية، مدرسة المهجر وكانت شفاول، مدرسة الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية. ومن بعد واش جينا مور الحرب العالمية الثانية؟ جات ظاهرة الالتزام، اللي كان أفضل مثال عليها ثورة التحرير والانتفاضة الفلسطينية. ومن بعد وقتاش تجي ظاهرة الحزن والألم والأسى؟ هنا تبدا الفهامة، هنا يبدا الديماراج، هذا هو الانطلاق تاع المحور باش تفهمه. تجي هنا سوا سوا مور الالتزام. دونك مور ظاهرة الالتزام واش كاين؟ ظاهرة الحزن والألم والأسى. شتو المحور هذاك؟ شغل تاع شعر المدبرسين. وقتاش كاين واحد التاريخ هكذايا؟ انتوما قولوا لي، يقول لكم 1973. يا ترى هذا التاريخ باش يفكرك؟ خمم شويه قبل الاجابه، دير بوز على الفيديو هذه، خمم عاود شوف. شوف هذا التاريخ هذايا يسموها نكبه فلسطين ولا عام النكسه. وقتاش؟ لما العرب اجتمعوا كامل باش يحاربوا اسرائيل، وخسروا الحرب مع اسرائيل، وصرات الخيانه المعروفه. هذيك هي تاريخ تراجع الالتزام وانتشار ظاهرة الحزن والألم والأسى. هذا أكبر سبب، ما تظنش بلي هذا هو السبب الوحيد، ولكن هذا أكبر سبب. هنا ننطلقوا للمحور تاعنا، وشنو هي ظاهرة الحزن والألم والأسى؟ هذوك الشعراء اللي كانوا ما بعد الحرب العالمية الثانية ملتزمين يؤمنون بمستقبل هذا الوطن العربي، نزعة قومية، أو يؤمنون بمستقبل هذا البلد اللي هم عايشين فيه، كل واحد بلاده، نزعة وطنية، وكان يضحون بأقلامهم، يسخرون أقلامهم ولا يضحون بأنفسهم من أجل الوطن، أجل القضية اللي يمنوا بها، يمنوا بها بعمق. بس ما يقدرش إنسان يساكريفي روحه، يضحي روحه بلا ما يامن بهذيك الحاجة. بعدها كان عندهم أمل كبير، كانوا يدعون شعوبهم إلى الثورة، والثورة موش حل سهل، حل صعيب، تضحية، وبعد الناس ماتت على أجل الوطن ديالها، على أمل تحقيق الحرية، تحقيق المساواة، تحقيق العدالة، تحقيق الأحلام. واش صرا بعد الخمسينات الستينات؟ استقلت الأوطان العربية ما عدا فلسطين والصحراء الغربية. دونك هادوما البلدان العربية اللي استقلت، الشعوب والشعراء واش كانوا يستناو؟ كانوا يقولوا بلي دوك نحاوزوا فرنسا والانجليز والطليان،
نولو خاوة وتولي البلاد مزدهرة وتولي كاين العدالة وكنا نيماجينيو بلي الحاصل راح نرجعوها الجنة. هل حصل هذا؟ لا. فهنا بعد الاستقلال الحكومات الجديدة العربية المستقلة خيبت آمال الشعوب وخيبت آمال الشعراء فأصيبوا بالإحباط ولو ضايعين كانوا يظنوا بلي الثورة هي الحل ومع ذلك القوة بلي الثورة ما دارت لهم حتى حل يأسوا قنطوا. فجت ظاهرة الحزن والألم والأسى والسبب تاني كبير اللي كتبناه هنايا في 73 زاد صارت نكبة فلسطين واتهمت مصر بالخيانة واتهم العرب من بعد كل واحدة ديتهمخوه ومن بعدها ملت ما اتفق العرب على ألا يتفق. شتو المقولة هذه تاع اتفق العرب على ألا يتفق وقتاش؟ في نكبة فلسطين. قلت مولا والعرب الأعداء الإخوة الأعداء وبان باللي العرب ما كانوش واقفين مع القضية الفلسطينية كانوا في الظاهر برك واقفين مع القضية الفلسطينية ونظن باللي وجهنا عايشين اليوم احنا في 2021 شفنا باللي صح كاين بزاف بلدان عربية كانت تنوفق برك ما كانتش واقفة مع القضية الفلسطينية حقيقة. هذه اللي صابت الشعراء بالإحباط. وش معناه؟ الشاعر كان موتيفي كان متفائل ولا متشائم؟ الشاعر كان يحب وطنه ويدافع عنه ويضحي من أجله تلقى انقلب على ذاته ولا يسب الوطن تاعه. غير معقول كيف الشاعر عربي يسب العرب؟ نزار قبان يقول إذا خسرنا الحرب لا غرابة. وش من الحرب يقصد تاع 73 ونحن تاع الملتزمين معروفة ولكن نحن تاع الملتزمين يدافعوا عن الوطن يتكلموا باسم الشعب الوطن. صاش كي ولا حزين كي ولا يستعمل نحن حتى يهاجم الوطن حتى يتنقصه. وش يقول؟ إذا خسرنا الحرب لا غرابة. احنا نخسروا الحرب يصير نورمال لأننا ندخلها بكل ما يملكه الشرقي من مواهب الخطابة بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة. ولك العرب فيهم غير تعنتير والهضرة الفارغة. لاحظتك تلاحظ الشاعر هنا، الشاعر هنا حزين يهاجم وطنه ويتنقصهم وكأنه ماشي يتنقصهم ولكن يعاتبهم ويقول احنا نخسروا الحرب باسك فينا غير الهضرة وكأنه بطريقة غير مباشرة يعلن ثورته عليهم أنه لا ينتمي إليهم. وشنو هذا الخذلان؟ دونك بطريقة غير مباشرة راهو يوعيهم تانيك بطريقة سلبية بطريقة فيها مهاجمة. دونك هذا هو السبب الرئيسي. لهذا اكتب معايا تعريف هذه الظاهرة. تبع معي رح نديرو تعريف أسباب انتشاره رواده الخصائص المواضيع والأغراض ونقدر نزيدو بعض النقاط واحدة أخرى وشنو هو النمط اللي يقدر يجي وشنو القيم اللي تقدر تجي وقتاش جاء في الباكالوريا هل هو مترشح هذا العام ولا لا. نبدأ التعريف. شوف ظاهرة أدبية حديثة ظهرت بعد نكبة فلسطين وهذه بعض الأسباب. احنا قلنا برك بلي هذه ظاهرة أدبية يعني فيها عدة أغراض شعرية موش غرض شعري هو ظاهرة أدبية لهذا يقدر يدخل فيها عدة أغراض شعرية وهي في الحقيقة الأغراض الشعرية دوك نشوفوا بلي كان شعر سياسي أو اجتماعي. ظهرت بعد نكبة فلسطين أنا نسي نحدد التاريخ ما كتبناش 1973 نقدر نكتبوها. وفشل الحكومات المستقلة في الحقيقة الحكومات العربية استقلوا في الخمسينات الستينات آخر دولة استقلت هي الجزائر. ولهذا مور الستينات السبعينات كانت 10 سنين ولا 15 سنة كافية باش الشعوب تشوف هذه الحكومة الجديدة دي وين راهي رايحة اسكو راهي رايحة في الاتجاه الصحيح ولا في الاتجاه الغلط. سريعا ما اكتشف العرب أن الحكومات ديالهم ليست بأقل سوءا من الحكومات التي كانت قبلها وحكومات استعمارية. ايماجين الشاعر يكون مسجون في وقت الاستعمار ومسجون في وقت الاستقلال ممنوع من الكلام في وقت الاستعمار وممنوع من الكلام في وقت الاستقلال بالنسبة له الأمور هكا راهي أسوأ. فأصيب الشعراء بالإحباط وفقدان الشعور بالانتماء يعني ما وليش يحس روحه ينتمي للوطن كما كان كي كان ملتزم فأخذوا يعبرون عن الحزن الذي عم الوطن العربي والمجتمع. يعني الحزن تاع الشاعر مش حزن ذاتي بالك اتونسيون شي هو راهو حزين راهو حزن جماعي اجتماعي عام الوطن راهو حزين ماشي بالضروره الشعر راهو حزين. نازك الملائكه سقسوها على هاد قال لهم علاش تعبروا غير بالحزن والاكتئاب قتلتونا بالموفيسا يا صاحبي. قالت لهم لا ماشي انا راني حزينه المجتمع راني نعبر على الحزن اللي كاين في المحيط ولهذا الوضع محزن انا نتكلم بطريقه حزينه. علاش؟ باسكو في البروغرام تاعنا عندنا الحزن شاعر المنفى حزين لا ماشي حزين شاعر المنفى حزين ولكن الحزن تاع شاعر المنفى حزن ذاتي هو راهو حزين وراهو يعبر عن حزنه هو. اما شعراء الحزن ما يعبروش على الحزن ديالهم هما بالضروره الحزن اللي عندهم راهو عند كاع الناس ولهذا الحزن تاعو صح راهو يحس به هو الشاعر ولكن راهو حزن جماعي عام. ولهذا قلت في التعريف هنايا الذي عم
الحزن الذي عما ماذا؟ الوطن، يعني شامل كل ربوع الوطن أو كل مجتمع هذاك لو عايش فيه الشاعر، وهذا هو يعبر على هذاك الاكتئاب والحزن الذي يشعر به المجتمع. هذا هو التعريف. السؤال الثاني اللي يقدر يجي في تقويم النقدي في هذا المحور هذا أسباب انتشار، يقول لك علاش انتشرت ظاهرة الحزن والألم والأسى، علاش ما بقاش الالتزام؟ واش تقول له؟ كاين عدة أسباب أفهمها ومن بعد كي تفهمها تجيك سهلة للحفظ. أنا صنفتها لك إلى أسباب سياسية واجتماعية وأدبية غير باش نسهل عليك، يعني تقدر تنحي العناوين وتحفظ المضمون، ولكن باش ننظموها مش قلنا كاين بعض الشعراء ولو حزينين لأسباب سياسية، خاطر عبك الشاعر ماشي دائما يكون سياسي، من داك تلقى شاعر يدخل في السياسة وكاين شاعر خاطئ السياسة، كل واحد علاش راهو حزين. كاين أسباب سياسية وكاين أسباب اجتماعية وكاين أسباب أدبية برك، يعني كاين بعض الشعراء شعراء حزن ولكن لميولاتهم الأدبية. هاي نبدأ. أسباب سياسية، أول سبب نكبة فلسطين، أحفظها، أنا كتبتها لك صغيرة هكذا بصح لازم تعرف تشرحها أنت. نكسة فلسطين وشنو هي؟ هي هزيمة العرب، جيوش العربية مع الجيش الإسرائيلي، اجتمعوا عبك حاربوا إسرائيل من المفروض في 68 زوج مرات، في 68 وعاودوا لهم في 73 وخسروا، والجزائريين كانوا تما والجزائريين شاركوا فيها، كانوا في جبال الجولان، موراها الجيش الجزائري شارك، وقال آخر مرة وأول مرة خرج الجيش الجزائري خارج الحدود هي الحرب تاع إسرائيل. ومع ذلك واش صرا موراها؟ إسرائيل زادت وسعت، كنت إيماجيني المسعطش هذوك اللي كانوا قال تما المستاش كبير على أخوه بومدين، قدافي، صدام حسين، وحافظ الأسد، والملك فهد، وأنور السادات، قاع مسعطش. ومع الاخر اسرائيل هي اللي ربحت، ماشي غير ربحت، مور ما الحرب زادت استعمرت شويه من سوريا، هجمت جنوب لبنان، دات جزيره سيناء في مصر، يعني بدات توسع، كسلت رجليها مليح، شوف العرب كاع جاو يحاربوها، اسرائيل اش دارت؟ زادت كسلت مليح، طالعت روحها. هذا الشيء هذايا صدم الشعراء، ما امنوش، خاصه الشعراء اللي عندهم عائلات في جنوب لبنان ولا في سوريا، لحقتهم الصواريخ الاسرائيليه وكاين اللي ماتوا وكاين عندهم ضحايا، ما امنوش بلي العرب خسروا الحرب. وماشي خسروها بسبب الضعف ولا السلاح ما كاش، بسبب الخيانه. دونك هنا الشعراء فقدوا امالهم في هذه الامه هذه في المصير ديالها. نكبه فلسطين هي السبب الرئيسي تاع الحزن، ما لازمش كاع تنساها. فشل الحكومات المستقله سبب سياسي اخر، انه الحكومات كان لا حريه لا ديمقراطيه، ماشي كما كانوا يتمنوا الشعراء. اسباب اجتماعيه، ضياع القيم والاغراق في الماديه، كاين من داك تلقى شاعر حزين واش ليهم ديغوتي منين وكاره لا سوسيتي، يقول لك مجتمع ماشي مربيين ماشي منظمين ما يحترموش القانون، ما كان لا فروش والو، ما يخلي حتى واحد يجوز في هذاك الممر الراجلي نيستاسيوني في كل بلاصه، مزبلين ماشي شتو. كاين ناس بيهضروا هكا الى اليوم عباك، علاش؟ خاطر ظاهره الحزن والالم اسا هي اخر ظاهره ادبيه خرجت، ولهذا تقدر تلقانا مازلنا عايشينها، مازال الناس عندهم هذا الروح هذه الحزينه المكتئبه. تلقى الشاعر يشتكي من ضياع القيم، يقول لك المدينه هذوما قلوبهم قاسحه، يعرفوا غير الدراهم، ماترياليست، ما كاينش علاقات انسانيه، ما كاينش لا اخوه لا رحمة على شفقة. صح، هذا سبب من أسباب الحزن. والسبب الأخير، كاين بعض الشعراء ما عندهمش مشاكل اجتماعية ولا عندهم مشاكل سياسية بصح يحب الحزن، علاش؟ باسكو بالنسبة ليه سي على مود، تلقاوها بزاف في الفيسبوك هكا، تلقى واحد العباد طايحين زعما صحاب العمق، زعما التصويرة دايرة نواري برون كري هكدايا، والكتابات تاعو كاع الحزن هكا ماشي مفهومة، زعما باش يبان ارتيست. تقول هو بالنسبة ليه الحزن مجرد ذوق فني. دونك واش قلنا؟ كاين اسباب ادبيه، التاثر بادباء الحزن الغربيين خاصه البير كامو وجون بول سارتر. سارتر هذايا فيلسوف ولكنه متادب، فيلسوف متادب ما عنده مشاركه في الادب، والبير كامو هو بري نوبل معروف، بي نوار جزائري هذا، كان عايش في الجزائر العاصمه وعنده جائزه نوبل في الاداب، من كبار ادباء الحزن واللي متاثرين بهذه المدرسه هذه تاع الحزن. تلقاه يكتب حزين من أجل الذوق الأدبي فقط الفني، ما عندوش أسباب سياسية ولا اجتماعية. ليزيكيب دوكا نشوفوا روادها، واش معناتها؟ معناتها الشعراء اللي كانوا معروفين بالحزن والألم والأسف في الحقيقة، في الحقيقة الشعراء المعاصرين اللي كانوا عايشين في الخمسينات والستينات، اللي شفتوهم نتوما في الالتزام كامل اللي يقدروا يكتبوا في الحزن. عباك علاش؟ باسكو شغل هو تطور تاريخي للشاعر، الشاعر كي كان في وقت الثورات تحمسوا للثورات ولاو ملتزمين ولاو يناصروا قضايا الأمة، وبعد مع مر الوقت كي جات خيبة الأمل كاع وقعوا في خيبة الأمل هذيك، ولهذا تلقى أسماء مشتركة. نازك الملائكة برك، أنا نسيت نكتب لك المشهورين بالحزن المعروفين بالحزن.
الوزن. نازك الملائكة هي نمبر وان، ما كاين شاعر مكتئب كما هي. صالح عبد الصابور مصري، هي عراقية. أمل دنقل مصري. نزار قباني سوري. إيليا الحاوي لبناني. عبد الوهاب البياتي عراقي. أدونيس أحمد سعيد أدونيس. وهكذا نقدر نعطي لكم بزاف أسماء، أحفظ على الأقل 4. لي زيكيب الخصائص، الخصائص هي أهم حاجة نديروها في أي محور. دونك انتبه لي مليح هنا في الخصائص، نجيك هكذا باش تشوف مليح، باش تشوف غاية، باش تشوفني أنا مع الخصائص، باسكو عبك تشوف خصائص بلا ما تشوفني أنا ما درنا والو. دونك لازم نبانو كيف كيف. شوف كيفاش تعرف بلي راك في ظاهرة الحزن والألم والأسى؟ حاجة باينة، قاموس لغوي حزين يقتل بالحزن، تلقى كيف غير تقراها تحب تسويسيدي. الاكتئاب، هاكو شايفين واقي واحد الفنان هكذايا معروف، فنان تشكيلي واسمو فون غوغ. انا راني شاري كاع لي طابلو تاعو، نحب الرسم ديالو. فون غوغ، فون فان بالعربيه فان خوخ واقيل ولا لانجاس ولا فان جوج ولا خوخ، اسمو فون غوغ. شتو فون غوغ كيش يرسم لي طابلو تاعو حزينين هكا غامضين، معروف قطع ودنو مد صاحبته حلاب، قالت له اعطيني ودنك قطعهم في الدار واعطاهم لها، زعما بروف دامور، زعما دليل على الحب، هذا حب ولا تبهبيل ولا تبهليل ولا شنو. ولكن موراها بشويه سويسيدا، واضح تماما انه هاد اللقطه هذه ما يديرهاش انسان عادي، شو كان في لا ديبرسيون. بعدها انتحر مسكين وكتب الرساله الاخيره، اكتبوا في الانترنت الرساله الاخيره لفان خوخ، كتب رساله لخوه، خوه سويسيدا عنده بزاف، كتب له رساله قال له راني جاي راني لاحق. واش حتلقى هذا يا علاش عطيت لكم كمثال، هذا الرسم ديالو حزين والشاعر الشعر ديالو حزين، تحس بلي كاين جو حزين. كما يقول لي زرقباني، يا وطني الحزين حولتني من شاعر يكتب شعر الحب والحنين لشاعر يكتب بالسكين. السكين رمز على الالم الجرح، لان ما نحسه اكبر من الى اخره. يبدا واش تلاحظ هنا في القصيده هذه بلي كاين قاموس لغوي حزين او عبارات حزينه. ولا في لباك 2014 يقول والولد ينادي بالصوت المحزون 20 بقرش بالقرش الواحد 20. تلاحظ بلي كاين قاموس حزين، عبالي بلي كامل تجبدوها هذه. الشعور بالغربه هنايا لازم نفهمك، كاين 4 انواع للغربه نقدروا نسميهم لك هادوما انواع الغربه ولا اسباب الغربه. تقدر تقول مام هذه اسباب الغربه، باسكو يقدر يجيك تقويم نقدي غير عليها هكذا، يقول لك الشعور بالغربه معروف في ظاهره الحزن ولا في هذيك المرحله التاريخيه، اذكر لي اسبابها ولا انواعها وحدد لي الغربه اللي كاينه في النص. دونك الغربه واش معناتها؟ شنو الاغتراب؟ كي تكون عايش برا في بلاد الناس وتحس روحك ماشي مليح، نورمال باسكو في بلاد الناس لا اللغه تاعك ولا العادات التقاليد تاعك ولا العباد كيما انت ولا قدرت تتاقلم، ماشي كيف كيف تخمم، ماشي مستوى حاجه ما كيف كيف. دونك تشعر بالغربه. ولكن الشاعر هل هو عايش في الخارج؟ لا، هو يشعر بالاغتراب في وطنه، ولهذا هذه الشعور بالغربه خاص غير مبرر، لازم له اسباب، لازم نعرفوا عليه. وعلى الشاعر يشعر بالاغتراب وهو في وطنه؟ السبب الاولاني الوطن، ما عجباتوش البلاد. وكي نقول الوطن سياسيا، يقول لك الوطن ما فيهاش احزاب سياسيه، ما فيهاش تداول على السلطه، ما فيهاش حريه، ما كاش حريه التعبير، ما كاش عداله، ما كاش استقلال العداله، ما كاش ما كاش ما كاش. لهذا تلقاه حزين يقول كادي يمشي بلاد وانا نروح، ولو كان تصيح لي والله منو. شو كيما حنا دوكا كاع الاخر فينا يقول لك لو كان تصيح لي الي روتور، وكاع يقول لك دوك يفتحوا المطار. شحال واحد تلاقيت معه قال لك شو مور ما تخلص كورونا يفتح المطار الهربه. هذا هو معناتها غربه الوطن. علاش؟ لان الوطن ما يعجبوش، ولهذا فهو غريب فيها وعايش كل غريب فيه. السبب الثاني المدينه، وهو سبب اجتماعي، ماشي الوطن ما عجبوش، المدينه هو حاب يروح يعيش بلاصه هادئه، المدينه فيها ضجيج، ولو حاب يروح يعيش بلاصه فيها عباد تخلقين متربين مؤدبين، تبلو بلي المدينه هماج. لو حاب يعيش في مكان ما فيش زبل فيه النظافه، لانه تو المدينه ما عجبتوش ماشي نقيه، ولا ما فيش لونكومبرومون الاكتظاظ، ولا ما فيش الماترياليزم، مازال الناس نوايا، مازال الناس يعطوا لك قلوبهم حقيقه. وهنا يبقى يشكي، هذه يسموها يشكي من المدينه، يشكي من المدينه، هذه يسموها غربه المدينه او الغربه بسبب المدينه. تما راهو غريب على جال المدينه ما عجبتو، جينيرالمون هذا تلقاه يحب يعيش في البلاد، في بلاصه في الجبل هكذا في الطبيعه. الكلمه، هذا سبب اخر من اللي يخلي شاعر حزين او يشعر بالغربه. علاش؟ لانه يقول لك باللي هذا الشعب هذايا
هضر ولا ما تهضرش، يتبعوا غير التافهين. كاين بزاف ودابا الى الان مازالوا يهضروا هكا، يقول لك هاد الشعب يتبعوا غير تيك توك ويتبعوا هذوك العباد التافهين اللي ما عندهم حتى معنى، والا شاعر ما تلقاش عنده ليفي، ما تلقاش بزاف عنده متابعين. يقول نزار قباني: ان الناس بالكلمات قد كفروا وبالشعراء قد كفروا، فقل لي أيها الشاعر لماذا شعرنا العربي قد يبست مفاصله من التكرار وصفرت سنابله، وقل لي أيها الشاعر لماذا الشعر حين شيخ لا يستل سكينا وينتحر. وشو يقول هنايا؟ يقول اهدر لما تهدر الشعب هذا خلاص ما يسمعش الشعراء. يحس بغربة الكلمة، الكلمة كلمته غريبة ما كيش كون يسمع لها، أو أحيانا ما يقولش باللي الناس ما يسمعوليش، يقول لك ما يخلونيش نهدر قاع، يجيجوني نجي نهدر يكفروني، نزيد نجي نهضر هكذا والاخرين يقولوا لك انت راك مع هذوك، والاخر يقول لك راك مع هذوك. هنا اللي يقول لك غربة الكلمة ما نقدوش نهضروا، خلوناش نهضروا. خاصة نزار قباني يستعمل بزاف الرموز الدينية، مثلا يقول: ركعت حتى ملني الركوع، سجدت حتى ذابت الشموع، سألت عن محمد فيك وعن يسوع، يا قدس يا طفلة محروقة الأصابع. لاحظ هنايا يقول ركعت حتى انكرهت، كاين بزاف كفروا على جال العبارة. هل يقصد الركوع؟ لا ما يقصدش الركوع. لهذا لما يجيج هنايا يقولوا له باللي راك تقول هكا وتقول هكذا، واش يدير هو؟ يمل الكلمة، يشعر بالغربة، أنا ما قصدتش هكذا، علاش راكو تجيجيو فيا؟ واش راكو تحملوني ما لا أحتمل؟ علاش راكو تحملوا كلماتي أكثر مما تحتمل؟ هنا تجي غربة الكلمة. بقات غربة الحب، الحبيون، هذا تاعكم، هذا تاع لي جان. الحب شنو هو؟ شاعر صرات له تجربة سيئة في الحب، عنده إكسبيريونس ماشي مليحة في الحب، خانته كاش وحده، ولا راحت وخلاته، ولا جا خطبها واحد لاباس به موجد روحه، قالت له اسمح لي تما راهم جاوا خطبوني، ولا صارت له حاجه ماشي مليحه في الحب، واش يولي يكتئب ويدبرس ويدير فيديو في اليوتيوب يبكي فيها ويبدا يكتب في الشعر، ومن بعدها يولي يشوف الحب ما كاينش منها، ولا يولي يشوف البنات كاع كيف كيف، يفقد الامل في الحب، ولهذا يشعر في الغربه، كان كاره او كاره كاع المعيشه فاديه، علاش يقول لك البنات كاع ما يصلحوش، ولا كانت مراه كيف كيف يقول لك الرجال كاع ما يصلحوش. هنا نسمو هذه الغربه بسبب الحب او بسبب التجربه العاطفيه الفاشله. والحق يقال اغلب الناس دوكا فاشلين بامتياز في العلاقات العاطفيه. هذه جامي طاحت في الباك، غربه المدينه طاحت، الغربه بسبب الكلمه طاحت، الغربه بسبب الوطن طاحت، وهذه مازال كاع ما جاتش في الباكالوريا. نجيو للخصائص الاخرين. الشعور بالضياع، خلاص شعور بالغربه فاهمين ان شاء الله، شعور بالضياع كتبت بين قوسين فقدان الحلول، كتبوا كلش ليكيب كلشي ورقه وستيلو يلا. الشعور بالضياع فقدان الحلول، معناتها شت الشاعر لما كل ملتزم كان في الحصله في الورطه فكان في الاستعمار هكذاك ولقى حل، حل دموي، حل صعب على النفس اللي هو الثوره والتضحيه بالصح حل، ولكن لما جات الثوره وجا الاستقلال كان يستناو بلي هذاك هو الحل الوحيد، لقاو بلي الامور اكثر تعقيدا ماشي استقل برك ورواح، لقاو بلي بناء الدوله اصعب من تحريرها، ولهذا واش ولاو يديروا؟ حصلوا ما كاش حل، قال لك اذا الاستقلال هذاك اللي كنا نغيطوا عليه ونغنيوا عليه ماشي حل، ما عندناش حل اخر، ولهذا دخلوا في الضياع. كي تقول لي انت يا شيخ راني ضايع ما عرفتش كيفاش، واش معناتها؟ ما عندكش حل. لهذا الشاعر لما يتطرق الى المشاكل هذه اللي نهضروا عليها، مشاكل اجتماعيه وسياسيه، هل يقترح لها حل؟ لا، يقول بالعكس يؤكد انه ما فيش حل. كما 2014 احمد عبد المعطي حجازي، مذكرتوش المؤلفين تقدر تزيدوا، كان يهضر على مشكله غربه المدينه ويقول المدينه هذه ما تصلحش، قلوبهم قاسيه من الناس ماترياليست، مع الاخر يقول سله ليمون وقعت فيها عيني فتذكرت القريه، واش معناتها؟ ان علبوها معيشه في المدينه، ما كاش هذوما العباد تاع المدينه يبقاو هكا ما يتبدلوش. لاحظت هنا واش يدير، يقول بلي ما كاش حلول، سموا هذه فقدان الحلول او الشعور بالضياع. الضياع واش معناتها؟ من عدم وجود الحلول. الانقلاب على الذات او مهاجمه الوطن، لاحظ معايا هنا يقدر يستعملك الضمير نحن كما يقدر يستعمل الضمير انا، او يجبد الوطن مباشره، يقول العرب اذا خسرنا الحرب لا غرابه، نحن، ولا يقول العرب ولا الجزائريين. قبل كي كان ملتزم يفتخر بالعرب يدافع عنهم، فكل فتاه في فلسطين خوله وكل فتى في فلسطين عنتر، هكا كانوا يهضروا. بعد واش ولاو ينعلبوا العرب، والعرب فاشلين، والعرب خاينين، والعرب يبقاو هكذا، والعرب ما يتبدلوش وفيهم غير الهضره. لاحظ هذا واش نسموه؟ هذا الانقلاب على الذات، ظهر على روحه، هو عربي بصح يسب في روحه، علاش؟ لان الحاله النفسيه تاعو مكتئبه مش نورمال، كشغل حاله ديبريسيف شويه. مهاجمه الوطن ولا نقولوا الانقلاب على الذات. الغموض، هذه ظاهره الغموض تقدر يجي عليها تقويم نقدي مستقل، ظاهره الغموض. وعلاش يجي الغموض؟ على بالك بلي الشعر كيكون حزين الشعر تاعو يكون غامض، كما هضرنا على فون غوغ لي طابلو تاعو مش واضحين، ونفس الاشعار تاعنا تاع الحزن ماشي واضحين. كي تكون ظاهره الغموض لازم لها اسباب، هاي لك اسباب الغموض، بعض اسباب الغموض. اهم سبب شنو هو؟ ضمير لا يدرى على من يعود. واش يدير؟ اوليو يصرح بالموضوع تاعو، واش يديماريك بكاش ضامر؟ هو هي الشمس تلك التي تطلع الان ام انها العين،
عين القتيل التي تتأمل شخصة دمه يترسب شيئا فشيئا ثم يخضر شيئا فشيئا فتطلع من كل بقعة دم فم قرمزي ويدان قابضتان على منجل من حديد. لاحظ شكون هي؟ هي الشمس تلك التي تطلع الآن. ما على بالك شكون هي؟ تدخل مباشرة بالضمير، كان المفروض يصرح له واش يهضر، بعدها يقولنا هي ولا هو ولا يقول واش يحب. لما القصيدة يكون فيها ضمير يعود على مجهول يتحقق الغموض، تولي ما عبكش على واش يهضر. دونك هذه ماشي غير وحده، هذا سبب من اسباب، نقولوا ضمير لا يدرى على من يعود ولا نقولوا غياب الاتساق. وهنايا سبب ثاني هو كثرة الرموز والاساطير. عبك الرمز كي يكون بطريقة مقبولة، يكون صرح بالموضوع وبعدها مد الرموز، نفهموا عادي، ما فين نشوفوا الرموز في الالتزام. بصح ظاهرة الحزن واش يدير؟ يمرقوها يكثروا، يعطيك الشخصية الرئيسية رامزة، وإذا كانت الشخصية الرئيسية رامزة والأوصاف ديالها بالرمز ما تقدرش تحلل، قادر تصرى. كيما 2019 لغات نازك الملائكة، الشخصية الرامزة اللي كانت عندها هي غلام، تولي تما قمار، إذا فهمت واش معناتها غلام، راك حليت الشفرة، إذا ما فهمتش واش معناتها غلام، تولي العمدي. ولهذا أنا نصيحة للتلاميذ تاعي، ظاهرة الحزن والألم والأساس سهلة إذا ما جات فيها الغموض، إذا جات فيها ظاهرة الغموض عبوك واش دير؟ أقلب سوجي روح ديرك للنظر. أنا كنصيحة من تلاميذ تاعي الممتازين نقول لهم ما تريسكيوش. علاش؟ إذا جات ظاهرة الغموض تولي تشتهي تقول واش هو يقصد؟ شكون هذا غلام؟ واش يقصد بعبارة أبا تمام؟ نزار قباني في 2012 ولا 13 بدأ القصيدة تاعو بأبا تمام، إن الشعر في أعماقه سفر وإبحار إلى الآتي. واش يقصد أبا تمام؟ هل يقصده ولا رمز؟ ولا رمز، رمز لأي شيء. هنا الشخصية الرئيسية رامزة، أنا أنصح تلاميذي إذا ما كانش يعرف في حل الشخصية الرامزة، إذا ما كانش متأكد من الرمز هذاك واش معناه، غير ما كله روح حل موضوع آخر مضمون والمضمون تاعو واضح تماما. التجربة الذاتية واش معناها؟ في الغالب ماشي دائما الا وتلقى الشاعر صح ويحكي على حزن جماعي، حزن تاع المجتمع، بصح يحكي كاش اكسبيريونس صرات له ليه، حاجه شافها، حاجه صرات له ليه، شافها في المجتمع. لهذا باش يكون واقعي عبك، علاش باش ياثر اكثر؟ شت انت كيحكيك قصه ويقول لك هذه القصه صرات، تولي تبعها مليح تصغيلها، بصح كيقول لك هذه قصه خياليه ما تاثرش بها بزاف. ولهذا كانوا يستعملوا التجربه الذاتيه، يعني يحكوا اشياء واقعيه سواء اللي صرات لهم اليوم ولا على الاقل شاهدوها، يحكي ما شاهده، هذه نسموها التجربة الذاتية. هذه هي خصائص الحزن والألم والأسى. راح يكون غرضين شعريين، يا إما سياسي وإما اجتماعي، صديقون سبب تاع الحزن تاع الشاعر. إذا كان سببه مآسيح سياسية حتلقاه يكتب شعر سياسي، إذا كانت مآسيه اجتماعية حتكتب شعر سياسي. مثلا الغربة في المدينة اجتماعي، غربة في الوطن سياسي، غربة الكلمة تقدر تكون سياسي يقدر يكون اجتماعي، غربة الحب واضح أنه اجتماعي. ولهذا المواضيع تاع الحزن راهو بين أن يكون غرضه الشعري شعر سياسي أو يكون شعر اجتماعي. الآن واش نديرو؟ نديرو بعض الأسئلة الجانبية اللي ماهيش تقويم نقدي، تقدر تجي في البناء الفكري ولكن نقدروا نعاونوا التلميذ فيهم. مثلا لو كان عطيك سؤال، لو كان نقول لك الأنماط تاع شعر الحزن والألم والأسى، دي في برق باللولاني السردي، احتمال أول سردي والاحتمال ثاني وصفي. السردي هو الأساس. شوفوا باك 2014 جاء 2014 لغات سلة ليمون، و2017 آداب أمل دنقل كان يهضر على واحد الحمامة هكذا، جاء سردي عبك. علاش؟ خاطش يجيبها شغل حكاية، سلة ليمون، طفل صغير ناض صباح ربي قطف الليمون راح المدينة ولا يجري وراء السيارات. دونك هنا كاين تسلسل زمني ومكاني. في الغالب كي تجي التجربة الذاتية يكون يحكي على حاجة صارت يجيبها شغل حكاية، ولهذا يغلب السردي. وأحيانا يجي الوصفي، ولكن ماشي قانون، يقدر يجي نمط آخر، ولكن حسب الوش سو ورد في البكالوريا هذول راهم يجوا بالدرجة الأولى. القيم وش يقدر يجي؟ شوف اذا كان سياسي راح تكون فيه قيمه سياسيه ولا تاريخيه، ولا كان اجتماعي راح تجي فيه قيمه اجتماعيه اخلاقيه ولا انسانيه، وزائد دائما تزيد فنيه. الشعر دائما فيه قيمه فنيه، هذه تبدا بها قيمة سياسية أو تاريخية كي يكون موضوع سياسي وزيد لها فنية، إذا كان موضوع اجتماعي تكون اجتماعية أخلاقية إنسانية فنية. أعطي مثال، يقدر يكون الشاعر راهو متضجر من مجتمعه، مجتمع المدينة، لأنه فاقد القيم التكافل الاجتماعي. هنا
كاين واحد القيمة اجتماعية راهي مبطنة. شنو هي؟ الدعوة إلى التكافل، إلى التعاون، وهي قيمة اجتماعية. وهذا هذو هما القيم اللي يقدروا يكونوا في المحور هذا. آخر نقطة، واش نعطيك؟ نعطيك وقتاش جاء في الباكالوريا. شو وقتاش جاء في الباكالوريا؟ 2014 لغات، جاء سلة ليمون. هذا كاع تروحوا تحلوه، ونظن اني حليته ودخلوا في بلاي ليست تلقاوه العام اللي فات. احمد حجازي هو اللي. ومن بعد جانا مراه موضوع صريح في الحزن 2017، اداب امل دنقل يهضر عليه واحد الحمامه. هاد زوج مواضيع من اهم مواضيع الحزن، والاخراني كاع 2019 لغات، غلام، نازك، الملائكة. هذا أصعبهم، هذا مازال ما حليته لكمش، إن شاء الله نديروه كتطبيق في قادم الأيام. ليزيكيب يعطيكم الصحة، زيروا شوية، الإنسان يجتهد، يتهنى من المواد الأساسية قبل عيد الفطر. أخي أنا درنا تحدي نهار العيد صغير، دير لي هاشتاغ راني كملت. وش معناه؟ راني كملت على الاقل المواد الاساسيه، والمواد الثانويه كنت قدمت فيهم واش كتب لك ربي، ولكن لازم تهناهم من المواد الاساسيه حتى ندخلوا المرحله الاخيره المراجعه الشامله مرتاحين ومهنيين. ربي يوفقكم ان شاء الله.